بسم الاب والابن والروح القدس الاله الواحد امين. المجد للاب والابن والروح القدس الان وكل اوان والى دهر الدور كلها امين. يقول معلمنا بطرس كده انه مفيش كلمه مكتوبه في الانجيل مكتوبه كده من غير ما يكون وراها الروح القدس. قال كده كل النبوات وكل اللي كتب في الكتاب المقدس كتب بأناس مسوقين من الروح القدس. الكلام اللي هنقوله النهارده بنتبع مع بعض دراستنا في انجيل معلمنا متى. والكلام اللي بنقوله النهارده ده مش كلام حتى قاله تلاميذ او رسل، احنا بنتكلم على الكلام اللي قاله المسيح بنفسه لما جاء للعالم بتاعنا. ومن هنا اهميته. عشان كده القديسين يسموا الاصحاحات 5 و6 و7 في انجيل متى اللي هو الدستور بتاع المسيحيه. النهارده بنكمل الاصحاح السادس، كنا وصلنا لحد الايه 15، بنكمل بعدها من الايه 16. انجيل متى الاصحاح السادس هنرجع له تاني قريب جدا لما نيجي ندخل في الصوم الكبير. نرجع له قريب خالص لما نيجي ندخل في الصوم الكبير، لان في الصوم الكبير بنبتدي في قرايات حد الرفاع الانجيل متى اصحاح 6 وحد الكنوز كمان انجيل متى اصحاح 6. ليه بنتكلم على ايه؟ بنتكلم على، كنا اتكلمنا في الاسابيع اللي فاتت عن الصوم، اسف، عن الصلاه وعن الصدقه. النهارده هنبتدي بقى نتكلم عن الصوم. هتقولوا يا ابونا صوم ايه بس، احنا لسه طالعين من الصوم. بس تعالوا نبص عليه بموضوع روحي، لان كلمه ربنا تدخل تغير القلب من جوه. الافكار اللي موجوده في الجزء اللي فاضل من الاصحاح السادس هي انه هيكلمنا عن الصوم، هيكلمنا عن الكنز بتاع السماء، هيكلمنا على عنايه الله بينا. ثلاث نقط. الحقيقه المسيح في انجيل متى اصحاح 6 ده بيعمل عمليه نقله. نقله يعني ايه؟ نقله يعني بياخد الحاجات اللي احنا بننفذها بس بينقلها نقله لفوق كده، بيقول لنا خلي بالك ما تبقاش بتنفذها كالامم، ما تبقاش بتعملها كحاجه روتينيه انت مش فرحان بيها، لازم تعرف دي ممكن تعمل معاك ايه. فكلمنا في الجزء الاول عن الصلاه، كلمنا عن الصدقه. لما جاي يتكلم بقى عن الصوم ابتدى يحط الصوم كده في ركن، بدل ما الناس شايفه ان هو حمل، بدل ما الناس شايفه ان هو يعني يا صوم جه تاني يا، ابتدى ينقله الى ان الصوم ده علاقه فريده جدا بيني وبين ربنا، علاقه فريده جدا 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 بيني وبين ربنا. قال لك بينما في ناس كل همها انها تصلي عشان الناس تشوفها، تقدم صدقه عشان الناس تشوفها، تصوم فتبين في شكلها الصوم عشان الناس تشوفها، انا بقول لك مالكش دعوه بالموضوع ده خالص. ندخل في علاقه فريده جدا بيني وبينك، ربنا بيتكلم، يدخل في علاقه غريبه جديده بيني وبينك، هتدوقها في عمرك ما هتسيبها تاني ابدا. تعرفين طبعا في مره اتنادى في احد الاديره قال لهم يا اخوه يا اخوه الصوم الكبير حل. فطلع واحد راهب كده، كان في اخ كده معدي في وسط القلال بيقول لهم يعني الصوم حل، الصوم حل. فطلع واحد كده اب كبير طالع من القلايه بتاعته، هو الاخ ده عامل هوسه ليه؟ الاخ ده معدي كده عامل هوسه ليه؟ هو هيفرق معايا الصوم الكبير بدل ولا؟ انا اصلا صايم طول السنه. انا اصلا بحب الصوم، انا اصلا دقت قوته، انا اصلا دقت العلاقه الحلوه دي بيني وبين ربنا، مش هتفرق. فهو اصلا انسان عايش في الصوم لانه فرحان بيه. فاحنا عايزين ندخل للحته دي عشان نشوف ربنا عايز يقول لنا ايه عن الموضوع ده. فنقرا مع بعض كده الجزء بتاع انجيل متى اصحاح 6. يقول كده ايه؟ ومتى صمتم فلا تكونوا عابسين كالمرائين، فانهم يغيرون وجوههم لكي يظهروا للناس صائمين. الحق اقول لكم انهم قد استوفوا اجرهم. واما انت فمتى صمت فادهن راسك واغسل وجهك لكي لا تظهر للناس صائما بل لأبيك الذي في الخفاء، فأبوك الذي يرى في الخفاء يجازيك علانية. أسألكوا سؤال بس مش حد يجاوز عليه، أكتر كلمة متكررة في الإصحاح ده إيه؟ أكتر كلمة متكررة في الإصحاح ده، صح كله، أبوك. أي ليكي جايزة تسوم. أكتر كلمة متكررة في الإصحاح ده أبوك، فأبوك يرى علانية. متى صليت فقولوا أبانا. لما تيجي تصوم أبوك
يرى اللي انت بتعمله فيجازيك على نيته. لما تيجي تصلي تدخل في الخفاء فأبوك الذي يرى في الخفاء يجازيك على نيته. لما تيجي تعمل صدقة أبوك. فهو الكلام ده كله بقى اتحولت العلاقة بيني وبين ربنا من واجب لعلاقة بين ابن وأبوه. واللي بيتكلم وبيقول لك الكلام ده هو أبوك. أبوك دلوقتي بيتكلم. أنا بقول زي ما بقول لحضراتكم إحنا مش جايين بكلام قالوا مثلا التلاميذ عن فهمهم للحياة الروحية وممارسة، لا لا، ربنا بنفسه بيقول أنا مسؤول عنك زي أبوك وبقول لك إزاي تعيش معايا عشان تدوق. الأبوة دي نعمة حي. يعني الأب الحنون ده كنز. الأب المحب ده برضه يبقى ملجأ. عارفين يعني ملجأ؟ يعني لما الواحد يبقى الأمور اسودت قدام عينيه يجري على مين؟ على الأب الحنون ده، على أبوه. لأن الأب بيدي حنان من نوع معين كده مش موجود عند حد، ما حدش تاني بيعرف يديه. هو مختلف عن حنان الأم وما نقدرش نستغنى عن حنان الأب. لدرجة إن الإنسان اللي ما دقش محبة أب قبل كده حتى وهو كبير في السن تلاقيه بيدور على أب. يعني حتى وهو كبير يدور على أب. يشوف الأبوة دي في حد كبير، يشوف الأبوة دي في كاهن، يشوف الأبوة دي في خادم، يشوف الأبوة دي في واحد من العيلة عنده أو في حد زميل كبير شوية في الشغل مثلا. كل إنسان فينا بيدور على أب من جوه. النهاردة ربنا بيقول لنا يا حبيبي أنا ما تخافوش أنا أبوكم اللي في السماء. يفضل الإنسان ميال ويدور له على أب حقيقي. وفي الآخر خالص ربنا بيقول له جماعة بالإضافة للأب الجسدي أنا معاكم أنا مستني. لما تدخل في العلاقة مع ربنا من وجهة النظر دي تكتشف إن لما بتدوق أبوة الله بتاخد أبعاد جديدة جدا في علاقتك معاه. ليه بقى؟ من خلال الإصحاح ده بنعرف إن هو ده اللي بيعرف احتياجاتنا. يعني في آخر جزء في الإصحاح بيقول لنا إيه؟ في آخر جزء خالص في الإصحاح ده يقول لنا كده لا تهتموا لحياتكم بما تأكلون وبما تشربون. لأن ليه بقى بيقول لنا الكلام ده كله؟ لأن أباكم السماوي يعلم ما تحتاجون إليه قبل أن تسألوا. طب دي أنا ما كنتش متخيلها أبدا. أنا كنت فاكر ربنا ده عشان نرضيه نفضل بقى نقدم له ونقدم له ونقدم له وخلاص. قال لك لا خالص، الموضوع مختلف. قال لك الأب ده ربنا كأب في الإصحاح ده بينتظر لقاءك. إزاي؟ قال لك لما قلناها المرة اللي فاتت، لما تيجي تصلي مش مهم أنت تقف في الشارع وتقف تصلي ومش عارف إيه، لا مش عايزين كده، ادخل لمخدعك، اغلق بابك عليك، صلي لأبيك الذي في الخفاء، ده قاعد مستنيك، فأبوك الذي يرى في الخفاء يجازيك على نيته. برضه مش بندور على المجازاة. تخيلوا؟ احنا مش بندور على المجازاة، احنا بندور على العلاقة اللي بيني وبين ربنا. قال لك كده كمان تكتشف إن أبوك السماوي الحلو ده بيجهز لك السماء. فبيقول لك حبيبي بما إنك كده كده أنا مجهزها لك وأنت جاي، طب ما تنقل حسابك لعندنا. لما حد يجي يسافر بره وناوي خلاص يستقر، ناوي يعني يستقر، اكتر هم بيبقى شغله يعني هحول حاجتي من هنا لهناك ازاي عشان لما اروح استقر. فربنا بيقول لك كده حبيبي انت جاي عندي انا مجهز لك السماء، فهتنقل حاجتك لفوق ازاي. فهتلاقي الجزء اللي هنتكلم فيه كمان شويه بيتكلم على نقل، النقل ده من الارض للسماء. فالمسيح النهارده بيدينا مفهوم جديد للعباده اللي هو ازاي ادخل لحضن ربنا عادل كده. طب ادخل لربنا عادل ازاي؟ قال لك من خلال المسيح. هو ده الطريق وما عندناش سكه ثانيه غير الموضوع ده. عن طريق المسيح يعني ايه؟ يعني اسمع كلامه. يعني خد الكلام اللي هيقوله النهارده ده حطه كده قاعده لحياتك، هتلاقي الدنيا طريق واضح لربنا للسماء. بس هو طبعا في حاجه خطيره جدا، العلاقه مع ربنا دي عايز تبقى علاقه خاصه ليها خفاء، يعني موجوده في الخفاء بيني وبين ربنا، وليها مخدع تتعامل كده بيني وبينه باستمرار على طول تنبت وتطلع ثمر. لما يقول لنا بقى متى صمتم؟ طب ايه بقى الصوم ده؟ اولا تلاحظ هنا ان المسيح مش ضد الصوم، لانه بيقول ايه؟ لما هتصوموا او لما تصوموا اعملوا كذا. يبقى نمره واحد المسيح مش ضد الصوم. يعني ما جاش يقول مثلا انتوا يهود كنتوا بتصوموا انا بقول لكم في المسيحيه ما تصوموش، لما حصلش. لكن بيقول الصوم لازم يترقى. متى صمت؟ فهو مش ضد الصوم. العيب مش في النظام بتاع الصوم، يعني مش فكره برضو الصوم ده جماعي الكنيسه كلها صايمه مع بعض، ولا ده خاص بي انا عشان عندي ضيقه فانا ابتديت اصوم، لا لا لا، مشكله في ممارسته. يعني يقول لك في الفتره دي اليهود كانوا بيصوموا كتير، يعني مثلا اليهود بيصوموا يوم الاثنين والخميس، وكانت الايام دي كانت ايام السوق، ايام السوق بتاع. عارفين في بلاد يبقى السوق ليوم معين، يعني السوق بتاع يوم كذا،
يقول لك كده كانوا بيقفوا في السوق عشان ينالوا مديح الناس. يجي يوم السوق ده بدل ما كان بيلبس كذا وكذا وكذا، يجي يوم السوق ده يغير ايه طريقة اللبس ويقف مكشر كده. عشان كده قال لهم لا تكونوا عابسين كالمرائين. طب ليه؟ قال لك علشان خاطر ينالوا مجد من الناس. طب ايه الفايدة؟ يقول لك اي صوم، اي صوم بغير غرض نقاوة النفس من جوه، يعني ان انا بدور على اني اتغير وعشان عارف ان التغيير ده هو عمل الهي، فانا ما فيش في ايدي حاجة غير ان انا اصوم واقدم نفسي لربنا واطلب معونته، اي غرض تاني للصوم غير كده انت ما استفدتش حاجة. يكون صوم غريب. غاية الصوم بتاعنا دايما دايما يعني هي نقاوة القلب. يعني انا بدخل من صوم وبطلع وبعدين ادخل صوم تاني واطلع وادخل من صوم تاني واطلع، ليه؟ عشان نقاوة القلب. فيقول لك كده لما تيجي تصوم اسأل نفسك كل سنة، اسأل نفسك استفدنا ايه، او اسأل نفسك في اخر كل صوم طلعت بايه، او اسأل نفسك عند العيد يا ترى وصلنا لايه السنة دي. في ناس بقى اجدع من كده تقول لك لا ده في اشتياقات روحية في القلب، فقبل ما تدخل على الصوم تبتدي تفكر الصوم ده نكرسه لايه، نطلب نقاوة القلب في أنهي مجال، نصلي نطلب ايه، نركز على ايه. فاللي بيعمل كده اللي غايته يعني نقاوة القلب بتلاقيه لما يقف كده يتكلم مع ابوه اللي في السماء يلاقي كده الايه الاجابات جايه على طول. طب عدو الخير، قال لك عدو الخير اهم حاجه عنده يحول الصوم ده عن هدفه، يحول الصوم عن هدفه عشان لما يحول الصوم على هدفه ده يبقى الصوم بتاعك ماله شكلي، يبقى الصوم بتاعك ده بلا روح، ولا الصوم بتاعك اللي بلا روح هيبقى بلا ثمر. طب وبعدين تدخل الصوم وتطلع تقول انا استفدت ايه؟ ايه ده معقوله 30 يوم عدوا، معقوله 40 يوم عدوا؟ بعد احنا عندنا صوم يعني ايه بالاربعينات، بالاربعينات كده في سنين في سنوات مباركه تلاقي 40 ميلاد و40 قيامه و40 عليهم رسل حاجات كده. طب وبعدين طب طلعنا بايه؟ فالنقطه دي خطيره. فيقول لك كده لا ده انت لما تصوم تغسل ادهن راسك واغسل وجهك. ايه بقى ده؟ قال لك دهان الراس ده معناه فرح، فالمفروض انت في الصوم فرحان. يا ازاي بقى صوم فرحان؟ طب صوم ده انا هحرم نفسي منه ومنه ومنه ومنه. قال لك لا افهمها، انت داخل الصوم ده عشان هتاخد قوه من السماء، معونه من السماء في علاقه مع ربنا هتتنقل بيها نقله وقلبك هيتنقى اكتر. فيقول لك كده انت بصراحه مش طالب فرح يجي لك من بره في شوكولاتايه مثلا، فاهمين؟ مش طالب فرح يجي لي من بره في اكله، مش طالب فرح يجي لي من بره في مش عارف ايه. الفرح المفروض يبقى نابع من جوه، فالفرح النابع من جوه يخلي وشي منور. قال لك كده لما تبقى صايم الفرح بتاعك من جوه ده لازم يبان. الصوم بالنسبه لك مش حمل، مش حمل خالص، فرحان. الانسان الصايم بجد تلاقيه زيه زي اللي جنبه على طول مفيش فرق، بالعكس ده فرحان اكتر. يعني فرحان اكتر. تتعرض عليه الحاجات قدام عينيه كده، تتعرض عليه العزومات مثلا. وبعدين فرحان. انا مش عايز اخسر ده. مش فارق معايا الكلام ده. ياكل اي حاجه. لكن في ناس تانية تعمل ايه؟ تقول لك ابونا ممكن اكسر الصوم عشان في عزومه. ابونا ممكن اكسر الصوم عشان عندي خروجه. ابونا ممكن اكسر الصوم عشان عندي عيد ميلاد. طب وهل عيد الميلاد المفروض ده فيه فرح؟ بمحبه. الصوم يكسره ازاي؟ يعني يبوظ الاحتفال ازاي؟ ما انا ممكن اكون صايم واحتفل واعمل كل حاجه. فارجوك انتبه. انا صايم ليه وصايم عشان خاطر ايه؟ انا انسان من جوايا فرحان باللي بيحصل جوه، بالتغيير اللي عمال شغال. يقول لك في الصوم في حاجه عجيبه جدا، على قد ما تسيب، على قد ما تسيب من مسرات العالم ده، بمعنى تاني على قد ما انت عمال تقول للمسيح انا بخضع لك انت مش للعالم، يعني على قد ما المعطلات دي بتبعد عن طريقك وعلى قد ما بتفرح جدا. تعالوا بقى نشوف سفر اشعياء بيقول لك ايه. بيقول لك اغتسلوا تنقوا اعزلوا شر افعالكم من امام عيني. يقول كده. فالواحد كده ايه يقطع الرباطات بتاعته كده، كل ما تقطع كل ما تفرح، كل ما تقطع كل ما يبان عليك ان الصوم ده مؤثر. يقول لك كده كمان في سفر اشعياء ربنا بيقول ايه؟ اليس هذا صوما اختاره؟ ايه يا رب الصوم اللي انت عايزه؟ ها الامتناع عن الاكل الفلاني والفلاني والفلاني؟ لا خالص، بس اسمع بيقول ايه. اليس هذا صوما اختاره؟ حل قيود الشر، فك عقد النير، اطلاق المسحوقين احرارا. اليس ان تكسر للجائع خبزك
وأن تدخل المساكين التائهين إلى بيتك. إذا رأيت عريانا أن تكسوه وألا تتغاضى عن لحمك. قال لك لو عملت كده حينئذ ينفجر مثل الصبح نورك وتنبت صحتك سريعا. تنبت صحتك سريعا دي تفكرنا بمين؟ بدانيال. قالوا له دانيال انت دلوقتي بقيت هنا عندنا في البلاط بتاع الملك في قصر الملك، هتاكل زينا وحنأكلك وحنهنيك وبتاع. قال لهم لا يمكن لا يمكن، زي ما انا كنت باكل هاكل. قالوا له لا، عايز الملك يقطع رقبتنا؟ عايز الملك يقطع رقبتنا؟ بقى انت جاي هنا عند الملك وعايز تاكل مش عارف شويه قطاني وشويه مش عارف ايه؟ قال لهم سيبوني وجربوا. قال لك كان بعد نهايه المده اللي هو اختارها ان صار دانيال في المنظر حتى من بره ايه؟ انظر واحلى من كل الباقيين، سابوه. قال لك حينئذ ينفجر مثل الصبح نورك وتنبت صحتك سريعا ويصير برك امامك ومجد الرب يجمع ساقتك. بص بقى الحته الجميله. طب كل ده من بره، بص بقى دي. حينئذ تدعو فيجيب الرب. حينئذ تدعو فيجيب الرب. تستغيث فيقول ها انا ذا. يا ربنا يرد عليك. انت تستغيث؟ ربنا يقول لك حبيبي انا سامعك وشايف، انا مستني. ايه رايك؟ طيب عايز دي ولا دي؟ عايز شوكولاتايه ولا عايز دي؟ يا بدور على ايه؟ بدور على ايه؟ ليس هذا صوما انا اختاره. قال لك كده ان نزعت من وسطك النير، النير العبوديه يعني. ما ساعات الواحد بيبقى مستعبد لحاجات، والايماء بالاصبع وكثره الاثم. لو تركت الخبز، لو تركت النير، وأنفقت نفسك للجائع وأشبعت النفس الذليلة. لقيت واحد مكسور سندته، قال لك يشرق في الظلمة نورك، والظلمة اللي كانت جوه عندك يكون ظلامك الدامس مثل الظهر. كل الظلمة بقى اللي كانت فيك تطرد كده، النور ابتدى يدخل اهو، فالظلمة اللي كانت جوه دي تبقى زي الظهر. ويقودك الرب على الدوام. طب دي اكتر حاجة انا عايزها بصراحة، ان ربنا يكون هو اللي بيقول لي امشي كده واتحرك كده وخلي بالك، انا عايز القياده دي لحياتي. قال لك تيجي بالصوم، تخيل. قال لك يقودك الرب على الدوام ويشبع في الجدوب نفسك. لما الدنيا تبقى قفر خالص تلاقي الشبع موجود عندك انت، وينشط عظامك فتصير كجنه ريا وتصير كنبع مياه لا تنقطع مياهه، ومنك تبنى الخرب القديمه. يعني لما نيجي ندور النهارده على حد بتاع ربنا، ندور على واحد صوام، ندور على واحد صوام هتلاقي عنده غنى. جاب الغنى منين؟ ساب العالم، ربنا شبعه على طول كده. فاحنا محتاجين نبص على دي. واحد من القديسين اسمه القديس يوحنا الذهبي الفقه يقول لك ايه؟ لا فائده من الصوم الذي اجتزناه سدى بدون تامل. يعني واحد ما خططش للصوم، ما فكرش في الصوم، ما عادش يستنى امور روحيه في الصوم بدون تامل في ربنا، بدون تامل في هيعمل ايه، يطلع يدخل الصوم يطلع منه كده، يعني لا فايده منه نهائي. فبيشرح بيقول ايه؟ اي بدون تامل في حالنا، في توبتنا، في حياتنا السابقه، في ضعفاتنا، في سؤالاتنا، هتعمل ايه؟ تستفيد في ايه يعني؟ قال لك بقى ايه ال ال حسب ما تقال في سفر أشعياء لسه قرينه من شوية، يظهر كده أن الصوم مرتبط كمان معاه بشوية إيه؟ شغل، بس شغل روحي. يعني على مقياس المكسب والخسارة تحس أنه خسارة. أنفق خبزي للجائع، الإنسان الذليل أسنده، اللي بيسميه هنا النير، أنا ممكن أكون مسميه الحرية، صح؟ اللي بيسميه هنا النير، أنا ممكن أكون مسميه الحرية. اقول لك ما تتحكمش في حريتي، انا عايز اشوف وعايز اعمل وعايز اروح المكان الفلاني وبتاع، انت بتحط عليا قيود ليه؟ لا ده انا بنجيك من قيود. انت عمال تحط نير على كتفك ومش اخد بالك، ما يتحط على كتفك كده وعمال يتقل عليك مش اخد بالك. ما حصلش ما حصلش ما حصلش ان حد راح الاماكن دي ورجع قال انا انتصرت. ما حصلش، انا بقول له حضراتكم كده عن ثقه من اللي بنسمعه في الاعترافات، ما حصلش ان حد راح عمل كل ده الا ورجع في يوم ندمان جدا ويقول انا ازاي سبت نفسي ورحت في المكان الفلاني. يعني ساعات يجي ناس يقولوا ايه؟ طب انا ليه ما اعملش؟ لا انا بقول لك ما تعملش. بيجي اللي هو اللي انت شايفه ده كمثال وناجح ومبسوط ومش عارف ايه، بيجي في قعده الاعتراف مكسور كسره. طب ايه اللي خلاك كده؟ انت ابن ملك. ايه اللي وصلك لدي؟ مكسور. قال لك لا
قال لك كده كل الأعمال الروحية دي مرتبطة بمفهوم قاله المسيح، بس هتلاقوه موجود فين؟ في الكتاب المقدس، في أعمال الرسل. مغبوط هو العطاء أكثر من الأخذ. يعني أنت لو عايز تفرح الحقيقة مش من أنت تجمع حاجات، هي أنت تدي. فعشان كده كنيستنا الواعية تربط الصوم بأعمال الرحمة. دايما أعمال الرحمة فيها إيه؟ عطاء. بدي حاجة، بدي وقت، بدي محبة، بدي سند لواحد ضعفان. بلاقي إنسان محدش عايز يبص في وشه، أنا بعمل إيه؟ بروح أسنده. طب ما أنا لو رحت أسند فلان الفلاني ده اللي هو محدش عايز يبص في وشه هيقول عليا إني كذا وكذا، مش مهم، هو المسيح يبص عليك يقول لك إيه؟ لما تلاقي واحد كل الناس عمالة تقلس عليه، وأنت تقف جنبه تضحك له، ويحس كده إنه ملوش غيرك في الكنيسة، أو ملوش غيرك في المكان ده، طب ومين اللي مين اللي هيكرمك أنت بقى؟ أبوك الذي يرى يجازيك. أنت بتقدم له المحبة دي ليه؟ عشان ده ابن ربنا زيك بالظبط؟ طب يا بختك. شوف بقى في السماء يبقى وضعك عامل ازاي. فقال لك كده تقعد الكنيسه بقى طول الصوم اللي هنجيله قريب، يعني تقول لك ايه؟ طوبى للرحم على المساكين فان الرحمه تحل عليه. يبقى ناخد بالنا دلوقتي ان الصوم في حقيقته مرتبط بترك العالم لفتره. يعني انا بسيب العالم لفتره بارادتي كده، بسيبها لفتره واتصرف حسب الروح. عشان كده يقول لك ايه؟ قدسوا صوما نادوا باعتكاف. كاني بالظبط انا بسيب العالم شويه، بسيب العالم وطرقه وافكاره ومش عارف ايه، وعايز اشتغل عمل روحي بس الفتره دي. مع العمل الروحي بيجي بقى البهاء، النور يعني، والفرح بتاع الصوم. قال لك بقى النفس بقى اللي بتقعد بقى طول فتره الصوم دي واقفه قدام ربنا، تفتكروا بيحصل لها ايه؟ هتنور طبعا، هتنور، هتضيء من كتر طاعتها لكلمه ربنا في تقديم الرحمه للكل، في نسيانها لنفسها، فإنها تنكر الذات وشهواتها، فإنها تقعد مهتمة بالأبدية خلال فترة الصوم، يبقى كأنها في وسط العالم ومعتكفة عنه. قال لك بقى تدوق بقى حاجة تانية كتير. أولا عارفين تدوق إيه النفس اللي صايمة دي؟ تدوق إنها تعرف تنفس كلمة ربنا مهما كانت، لأن ابتدى ينمو جواها كده حتة إيمان بكلمة ربنا كده. فلما تبتدي أنت تنفذ وصية تلاقي بقى عارف مصابيح النعمة اللي انفجرت، يعني آسف، ينابيع النعمة اللي انفجرت بقى. آه فعلا. انتوا عارفين انه لما واحد ينفذ كلمه من كلام ربنا تتنقل حياته الروحيه نقله لقدام؟ تقول لي يا ابونا طب انفذ ايه بالظبط يعني؟ ده كتير قوي. قال لك لا، كفايه واحده. تكفي واحده انها تفتح قدامك طرق الحياه كلها. تكفي ان انت مثلا تاخد وصيه محبه، ولا وصيه غفران، ولا وصيه اي وصيه، ولا وصيه صلاه، صلاه دايما، وتحطها كده قدام عينيك وتشوف بنفسك انك اتنقلت روحيا وانت ما تستاهلش. نقلات نقلات. وتنور جوه بقى حاجة تانية اسمها البصيرة، هنجيلها كمان شوية. قال لك يصير الصوم دلوقتي هو ان انا بقدم نفسي لربنا ذبيحة. تقديم الجسد بتاعي ده ذبيحة. تقديم وجودي قدام ربنا ده بقى ذبيحة. لما بنيجي نصلي صلاة عشية بنقول له ايه؟ بنقول له ايها المسيح الهنا العظيم المخوف الحقيقي. عارفين ان احنا واقفين قدامك. اسمك زي الطيب. فمن فضلك انت بيليق بيك ان تتقدم لك دايما ذبيحة وبخور، يعني من عظمتك يليق بيك انك دايما يتقدم لك اي حاجة ذبيحة بخور عطايا. فارجوك اقبل مننا وقفتنا دي، اقبل مننا وقفتنا دي كذبيحة مسائية. تاخدوا بالكم ان ابونا بعد ما يصلي صلاة الشكر بيدخل يحط ايدي بخور، وهو بيحط ايدي بخور بيصلي الصلاة دي. اقبل يا رب ان تكون وقفتنا قدامك دلوقتي ذبيحة مقبولة قدامك، واحنا عارفين انك انت الذبيحه الحقيقيه، بس ارجوك اقبل وقفتنا دي كذبيحه. ففي الصوم احنا بنعمل كده، بنحط نفسنا كده قدام ربنا، نقفل على نفسنا شويه، نعتكف عن العالم، نسيب طرقه، نقف قدام ربنا نقول له احنا عارفين ان احنا واقفين قدامك، بنحبك، عايزين نقدم لك كل حاجه، انت اللي يليق ان اقدم لك كل حاجه، انا هقدم نفسي. فتبقى نفسي قدامك ذبيحه. طبعا ده على طول بقى يجي معاه ايه؟ يجي معاه ان النفس تصغر خالص، مش عن ضعف، مش عن كسره نفس، لا، تصغر يعني تتضع. تتضع بحق قدام ربنا. ولما الانسان يبقى متضع قدام ربنا بيبقى مسنود بربنا، يعني ربنا بيمسك في المتضعين. قال لك كده المتضعين يخلصون. المتضعين يخلصون دي عايز اقول لكم انها في مره من المرات يعني الشيطان صرخ واحد من الرهبان بيقول له، يعني الشيطان دخل بريه وطلع مش عارف يعمل حاجه، فطالع فواحد من الرهبان شايفه متنرفز، مش فاكر ابو مقار قوي، قال له مالك؟ قال له مش عايز يسمعوا كلامي خالص، مش عايز يسمعوا كلامي خالص. مرة تانية واحد بيكلمه قال له بتضاعك ده، بتضاعك هزمني. فخلي بالكم المتضعين دول أقوياء مش ضعاف. قال لك يجي معاه
تصغر النفس بس تبقى قوية، ويبقى فيه خشوع في القلب لأن ربنا حاضر. فانسى بقى الإنسان اللي صايم ده يبقى مهتم بأي شكليات من شكليات الصوم، لا مهتم يوش يبقى عامل ازاي ولا بكام، بالعكس ده عايز يبقى محدش يعرف، عايز يخبي الكنز ده محدش يعرف عنه حاجة خالص، محدش يعرف عنه حاجة. بيقول لك ايه، في برضه القديس يوحنا ذهب الفم كان بيكلمهم في عظة للاستعداد للصوم الأربعين، عارفين يعني داخلين على الصوم الكبير كده، فبيكلمهم في عظة بيقول لهم ايه، بس بقى اسمعوا الكلام عشان تعرفوا الناس الروحية، الواحد يعني بيتعجب من الكلام اللي هو بيقوله. الكلام ده حصل سنة 386، 386 ميلادية، يعني من حوالي ايه كده 1600 سنة، من 1600 سنة. قال لك كده، ينبغي أن يفرح المسيحيون بقدوم الصوم، ينبغي أن يفرح المسيحيون بقدوم الصوم. فهو طبعا هو قاعد في الكنيسة وناس جاية وبيكلمهم في عظة، فيقول لهم كده، إن اجتماعنا اليوم مفرح وأكثر بهاء من الاجتماعات المعتادة. فبيسألهم إيه سبب ده؟ قال لك كده، إن مصدر هذا الابتهاج هو الصوم الذي لم يبدأ بعد لكننا ننتظره. يعني يقول لهم إحنا فرحانين ليه النهاردة بزيادة؟ عشان هنتكلم عن الصوم الكبير اللي لسه مبتداش بس إحنا قاعدين مستنيينه. قال لك كده، هذا الصوم جمعنا في بيت الآب. إيه بيت الآب؟ يعني الكنيسة، يعني أبوكم السماوي، يعني نفس اللي بيقوله إنجيل متى إصحاح 6. فالقديس يوحنا ذهب الفم بيقول لنا كده، ينبغي أن يفرح المسيحيين بالصوم. سيرة الصوم الحلوة دي اللي هي جاية علينا خلتنا فرحانين النهاردة وجمعتنا النهاردة في بيت الآب، عشان يجي حد يقول لنا بقى مفيش حاجة اسمها كنيسة ومفيش حاجة اسمها كده، ترد عليه ده الكلام ده كانت سنة 400 ميلادية، الكنيسة أهي والصوم أهو كل حاجة موجودة. قعد يكمل كلام بقى يقول لك إيه؟ يقول لك، فإن كان مجرد انتظاره جلب لنا غيرة عظيمة. تخيلوا كم يخلق مجيئه بجد بقى وحضوره فينا، اللي هو بيتكلم عن الصوم. ليه بقى؟ قال لك هو لما هيجي كأنها بالظبط، راح ادى مثال قال لك بالظبط كأن كان في مدينة ملخبطة، نحن نشبه مدينة كانت تسودها الفوضى، لكن لما علمت المدينة أن رئيسا مهيبا ينوي أن يزورها بدأت فورا تتأهب لمجيء الرئيس. بيتكلم على مين؟ على الصوم. قال لك بس هو مش مهيب ومش مخيف لينا احنا، مش مزعج لينا احنا، ده مرهب للشياطين. اول لما الانسان يبتدي يصوم ايه اللي يحصل؟ الشياطين تتعفرت. يكمل بقى الكلام يقول لك ايه، فطالما ان الصوم يبعد عنا اعداء خلاصنا بعيدا جدا ويرعبهم، فعلينا ان نحبه ونرحب بقدومه ولا نخاف منه، يعني وبيننا وبين بعض كده ولا نضجر منه كمان، ما نزهقش. وإن كان يجب علينا أن نخاف شيئا، فعلينا أن نخاف من السكر والإدمان والإفراط في الأكل وليس من الصوم. ده كلام القديس يوحنا ذهب الفم. فتحس كده أن الصوم ده حاجة الواحد بيفتقدها. طب إذا كان الصوم كده أنا ليه ما بفرحش بيه؟ طب إذا كان الصوم كده أنا ليه مش ضايق؟ إيه اللي ينقصني؟ فيبتدي الواحد بقى يدور، يطلب كلمة ربنا، يطلب علشان ياخد. بص بقى الحتة اللي جاية دي مهمة جدا. الإنسان الصايم اللي هو بيسكت جسده واحتياجاته وثوراته، اللي بيقطع ذاته ويقول لها اهدي بس شوية سيبينا نشتغل روحيا، اللي بيقطع الأنانية بتاعته ومحبته لنفسه بالزيادة وبيدي محبة للآخرين، قالك الإنسان الصايم ده يقدر يسامح، صح ولا لأ؟ يقدر يسامح، يقدر يغفر، يقدر يصفح عن زلات إخواته وأصحابه، يقدر يتعاون يحط ايده كده في ايدين ناس تانيين. لكن تعالى النهارده الواحد ما بيصومش على المستوى ده، مستحيل يحط ايده في ايد اللي ايه؟ اللي مخصمه، ومستحيل يبص فيه، ومستحيل يذكره بالخير حتى، ومستحيل حتى مش مجرد يذكره بالخير، ده مستحيل عليه انه يستر عيوب، يعني حتى ايه، طب خليه في قلبك وما تتكلمش، ما عندوش الامكانيه دي. مستحيل الانسان اللي مش صايم بالمستوى ده يقدر يدي عطايا ماديه للاخرين، يلا خليها لنفسي وخليها لاولادي، محدش عارف الزمن وبكره والايام شريره، تلاقي الكلام كده. لكن الناس عارفه كويس قوي الروحيين لما بيحط ياخد اكتر. مره واحد من الاباء كان بيتكلم على حد موجود في امريكا، قال كده، انا اول ما نزلت خدمه في امريكا كان من زمان قوي، المصريين اللي سافروا امريكا زمان قوي 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 كبروا قوي 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 هناك، يعني سافروا امريكا قبل السبعينات ومش عارف ايه وكده، عقبال ما الكنيسه ابتدت تفتح يعني في امريكا كانوا هم وصلوا بقى مستويات. فقال كده، لقيت عربيه جايه لي، كان تقريبا مش فاكر كان ابونا مين اللي بيحكي، عربيه كبيره جدا جايه لي تاخدني عشان انا رايح زياره في البيت الفلاني.
فلقيت عربية غريبة كده راكنة في المكان اللي أنا قاعد فيه، جت أخدوني دخلوا. فالسواق بيقول لي احنا ايه قربنا خلاص، سواق مش صاحب البيت، احنا قربنا على البيت. لقيت سور، السور عليه ناس، فتحوا السور، قعدنا نمشي في جنينة طويلة لحد ما في الاخر خالص لقينا بيت. دخلنا البيت ولقيت الراجل ومراته واولاده قاعدين في استقبالي، اخدوني ودخلنا قعدنا قعده روحيه، وبعدين فرشوا ايه السفره هناكل بقى. قال برضو بيكرموا بقى ابونا، فعاملين وعاملين وعاملين. والراجل بقى قاعد بيكلم ابونا يقول له ايه، قال له يا ابونا انا عايز احكي لك انا وصلت لده ازاي. انا لما جيت امريكا هنا ما كنتش بعرف حاجه خالص، انا لما جيت هنا كنت ضعيف وفقير جدا، لكني حافظت على وصيه العشور، بقيت اخد اطلع العشور كده واكمل حياتي مع ربنا باللي باقي. بعد شويه حسيت ان في بركه، فقلت في نفسي ينفع بعد لما ربنا بارك اكتفي بالعشور واحده، فبقيت احط بدل العشر العشرين، بقيت بدل العشر احط العشرين، وربنا يكمل معانا وساترنا، وبعد شويه الاقي في بركه تاني. فابتديت بقى كل شويه كده انا من جوايا احس ان انا عايز ادي اكتر، فاحط 13 لحد ما بقيت بحط النص. ده كنت تتخيل بقى النص على المستوى اللي بحكي لكم عليه، بقيت احط النص وربنا ساتر ومبارك ومزود وكله كله كويس. قال لك ايه ده؟ قال لك دي النفس اللي هي بتنقل لحساب ايه؟ السم. حاسس بمعامله ربنا معايا فبيرد، اشكرك يا رب اتفضل، اشكرك يا رب اتفضل. يعني هو العشور هو اللي هيخليني اعبر عن شكري، لا اقدم اكتر، اتفضل يا رب ده انا مش عارف اشكرك ازاي، وهكذا. فان كان يجب علينا ان نخاف شيئا، علينا ان نخاف من السكر والادمان والافراط في الاكل، وليس من الصوم، ليس من الصوم. كل اللي يقدر يقدم قلبه ذبيحه داخليه لربنا، عطايا ماديه، عطايا بتتقدم على مذبح القلب اللي جواها دي، عطايا ما بيشوفهاش غير ربنا، عطايا بتتقدم في الخفاء، اللي بيعمل كده وبيصوم بالمستوى ده، ده كده بيعدي من الارض للسماء. قال لك الصوم ده بيخلي الانسان يغير افكاره واسلوب حياته وعواطفه، كل حاجه بتتغير، عمال ينقي القلب، القلب ويزيح التراب كده. ساعات الواحد كده يحس ان نفسه بقت تربت، لما ندخل الصوم اللي جاي بقى باذن ربنا هتقبلوه بايه؟ بفرح كده، يعني مستنيينه كده، الصوم اللي هيرتب اللخبطه اللي جوه، فالواحد كده يشيل التراب. ولما التراب ده يتشال رؤية ربنا تبقى أوضح. قال لك طوبى لأنقياء القلب لأنهم إيه؟ يعينون الله، يعينون الله. الجزء اللي بعد كده احنا طولنا خالص. طب نخلي بقى نكمل الجزء اللي بعد كده. زي ما قلت لحضراتكم هيبقى فاضل ان احنا نتكلم على الكنز بتاع السماء وعلى عناية الله بينا، لكن يهمنا ان احنا نحط القواعد دي قدام عينينا. موضوع الصوم ده موضوع عايز فعلا مننا اهتمام. ليه الصوم بتاعنا مش حار؟ ليه الصوم بتاعنا كده ما بينقلناش النقلات الروحيه دي؟ نفسنا كده الواحد يبقى يصلي من دلوقتي يقول له كده يا رب ارجوك لما يجي الصوم الكبير، لما يجي صوم يونان اللي هو هيجي قريب خالص، لما يجي صوم يونان يا رب اديني ان انا ايه؟ ابقى مشتعل كده وسخن وداخل عليه بقلب قلب يعني في حراره روحيه. ربنا يعطينا كده ان يكون كلمه ربنا عامله فينا وتثمر فينا 160 و30. ربنا يفرح قلوبكم، لالهنا كل مجد وكرامه من الان والى الابد، امين.